لفريق نادي الجيش لا شيء لفريق الشرطة مع وجود المحاولة لفريق الشرطة أفضل فريق الجيش في هذه البداية القوية لمباراة مهمة ضمن دوري اليد العراقي خلال الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري اليد. فريق الشرطة يحاول أن يتقدم إلى مركز في حال تحقيق الفوز. ألفز اللاعب البوسني يحاول المرور وهناك خطأ لفريق نادي الشرطة محاولة لألفز ويسجل. حلوة لألفز يقلص الفارق إلى هدف الآن. لاعب فريق الشرطة ألفز يقلص الفارق. تصبح النتيجة هدفين لفريق الجيش مقابل هدف واحد لفريق الشرطة في مباراة سريعة. أداء مميز من كلا الفريقين في هذه البداية ومرور 4 دقائق ونصف دقيقة من بداية المباراة. وفريق الجيش اللي بدأ بداية قوية لكن فريق الشرطة عن طريق اللاعب ألفز بريكيتش اللاعب البوسني وهذه محاولة لكن بعيدة عن المرمى مع وجود خطأ الآن يصبح لفريق نادي الشرطة. أقرب لـ 24 لاعب علي محمد يعيد الكرة الخلف لشكيب مصطفى. ألفز فريق الشرطة يريد أن يتعادل الآن. حيدر كاظم لشكيب مصطفى. لاحظ تدوير الكرة ما بين لاعبي فريق نادي الشرطة. شكيب لألفز بريكيتش يحاول إلى شكيب. لاحظ القوة الضاربة لفريق الشرطة وحلوة للاعب شكيب مصطفى يأتي بهدف التعادل في هذه اللحظات مع وجود محاولة والحارس يتصدى بعد محاولة راد عبد. لاعب فريق الجيش وحارس المرمى ببراعة حارس المرمى لفريق نادي الشرطة سيف حميد. حلوة لسيف حميد لكن نلاحظ الطاقم التحكيم يشير إلى وجود خطأ ورمية 9 أمتار لفريق نادي الجيش. مباراة اللي تحتضنها قاعة نادي الكرخ. والكرخ يوم غد لدي مباراة مع نادي إديالة على هذه القاعة أيضا ستكون ضمن هذه الجولة. يعني فريق الشرطة ينتظر تعثر فريق نادي إديالة من أجل الوصول إلى المركز الرابع في حال تحقيق الفوز اليوم على فريق الجيش. بينما فريق الجيش يريد أن يذهب إلى الصدارة وهنا خطأ لفريق الجيش. التعادل هدفين لهدفين عن طريق كمال يسدد وهدف ثالث. رمية قوية من اللاعب كمال مروان بن كمال اللاعب التونسي لاعب فريق نادي الجيش يحرز هدف ثالث لفريق نادي الجيش. مروان بن كمال يحرز هدف ثالث لفريق الجيش لتصبح النتيجة الآن 3 أهداف لفريق الجيش هدفين لنادي الشرطة. تقدم بهدفين لكن فريق الشرطة عاد وتعادل لكن هذه المرة مروان بن كمال اللاعب التونسي يضاعف النتيجة. وهنا محاولة لفريق نادي الشرطة عن طريق اللاعب حيدر عادل والمحاولة مستمرة وهدف حلو. هدف التعادل عن طريق ألفز بريكيتش هو الثاني لألفز يعادل نتيجة المباراة مع فريق الجيش. اللاعب البوسني ألفز بريكيتش واللاعب البوسني الآخر شكيب مصطفى أصحاب الأهداف الثلاثة لفريق نادي الشرطة في مرمى نادي الجيش. محاولة لفريق الجيش البلاي ميكر محمد الحسن وتغيير اللعب عن طريق الجهات القريبة. علي طارق يحاول مرور ومروان بن كمال يسدد وحلوة الإبعاد. الإبعاد جاء عن طريق اللاعب حيدر كاظم. لاعب فريق نادي الجيش أو نادي الشرطة آسف يبعد الكرة إلى رمية جانبية ومحاولة فريق الجيش مستمرة وهناك خطأ لفريق الجيش. أداء رائع لحد الآن من كلا الفريقين على اعتبار أن الفريقين يضمون نخبة رائعة من اللاعبين وهنا محاولة فريق الجيش وهنا خطأ آخر. لاحظ هنا مدرب نادي الجيش سيد حيدر غازي قريب من الخط الجانبي والتعليمات للاعبي والمحاولة مستمرة لفريق الجيش عن طريق اللاعب علي طارق يحاول المرور ولكن هناك خطأ لفريق نادي الجيش ومروان يسجل الهدف الرابع. مروان بن كمال هدف الثاني الشخصي في هذه المباراة. مروان بن كمال يضاعف النتيجة إلى 4 أهداف لفريق الجيش مقابل 3 أهداف لفريق الشرطة. ومروان بن كمال اللاعب التونسي يضع هدف رابع. 4 جيش 3 لفريق الشرطة نتيجة متقاربة. والآن لاعب شكيب مصطفى إلى ألفز بريكيتش. ألفز يحاول التمرير بعد ذلك شكيب
تستمر محاولة فريق الشرطة والتسديد والتعادل. والتعادل أيضا يأتي عن طريق اللاعب شكيب مصطفى. يتقاسم الأهداف لاعبي نادي الشرطة من البوسنة هم شكيب مصطفى وأيضا ألفز بريكيتش، والنتيجة التعادل 4-4. بداية مثيرة، بداية قوية من كلا الفريقين، والأداء أكثر من رائع، والأهداف والتعادل. مروان محمد الحسن من جديد إلى مروان بن كمال، أقرب لعادل علي طارق عبد الله، والمحاولة مستمرة علي طارق اللي أصبح الآن بلاي ميكر لفريق نادي الجيش. يمرر إلى محمد الحسن إلى علي طارق، يحاول المرور من أمام لاعبي فريق نادي الشرطة ويحصل على خطأ، ويحصل على خطأ. ومحاولة كمال من جديد، مروان بن كمال يحاول أن يمر، هناك الخطأ لفريق نادي الجيش. لاحظ دفاع فريق الشرطة لا يدع أي فرصة للاعب كمال. مروان بن كمال تصويب على المرمى، لذلك يمتلك إمكانية التصويب، وهنا محمد الحسن والحارس يتدخل، سيف حميد حارس مرمى فريق الشرطة يتدخل في هذه المحاولة. والآن تستمر المحاولة، حيدر عادل فريق الشرطة، فريق الشرطة دائما الجيش يتقدم والشرطة يتعادل. هل نشاهد فريق الشرطة هو من يتقدم على حساب الجيش، والمباراة في لحظاتها الأولى، مرور 10 دقائق والمباراة تسير بنتيجة تعادل 4-4. والمحاولة لفريق نادي الشرطة إلى شكيب، والمحاولة عن طريق عادل ولكن بعيدة عن مرمى فريق نادي الجيش. محاولة اللاعب حيدر عادل، أقرب لمحمد الحسن، مروان بن كمال، علي طارق عبد الله، محمد الحسن لاعبي فريق نادي الجيش، وتبادل الأدوار ما بين لاعبي فريق نادي الجيش. أيضا دخول اللاعب رائد عبد الزيد أو اللاعب مصطفى محمد، يشترك الآن مصطفى فريق الجيش. المحاولة تستمر الآن للجيش عن طريق 18 اللاعب محمد رسول، ويسجل هدف خامس، ويسجل هدف خامس. النتيجة الآن تذهب لصالح نادي الجيش. أيضا يتقدم فريق الجيش من جديد، يتقدم فريق الجيش من جديد هذه المرة عن طريق اللاعب مصطفى محمود. مصطفى محمود سجل 5 أهداف فريق الجيش في هذه المباراة. فريق الشرطة أداء جيد يؤدي فريق نادي الجيش، وحلوة، حلوة لشكيب مصطفى، حلوة لشكيب مصطفى اللاعب البوسني، 3 أهدافه في المباراة. يتعادل نادي الشرطة، وهنا الهدف السادس، وهنا الهدف السادس لفريق نادي الجيش عن طريق اللاعب علي طارق. علي طارق يضاعف النتيجة ويرد على هدف اللاعب شكيب مصطفى لاعب فريق الشرطة، ويرد على شكيب مصطفى لاعب فريق الشرطة اللاعب البوسني. يعني أسماء لاعبين محترفين متواجدين مع تشكيلة الفريقين من البوسنة، لاعب شكيب مصطفى وأيضا ألفز بريكيتش لاعب الرقم 2 فريق الشرطة، بينما كمال مروان بن كمال لاعب التونسي مع فريق الجيش، بالإضافة إلى محمد الحسن اللاعب السوري. وهنا ألفز بريكيتش يحاول التصويب، لكن هناك تدخل دفاعي لفريق الجيش. ألفز شكيب والمحاولة مستمرة قريبة لمدافعي فريق الجيش. هنا ألفز يحاول التمرير أقرب للاعب حيدر، والمحاولة عن طريق ألفز، وهنا خطأ، خطأ لفريق الشرطة. يحاول أن يتعادل في هذه اللحظات فريق الشرطة، يحاول أن يتعادل. محاولة أقرب للاعب علي عيدان إلى ألفز بريكيتش، هناك تغيير للجهات البعيدة، وهنا خطأ، خطأ لفريق الشرطة. يعني الفريقين يمتلكون دفاع جيد في هذه المباراة، لذلك اللاعبين من فرص قليلة يسجلون الأهداف، لذلك النتيجة تشير لصالح فريق نادي الجيش ب6 أهداف مقابل 5. وهنا القائم الأيسر يتدخل في محاولة ألفز بريكيتش، ألفز بريكيتش حاول أن يضيف هدف الثالث في هذه المباراة، ألفز بريكيتش، بينما شكيب مصطفى يصوب، وهدف، هدف لفريق نادي الشرطة. تصويبة قوية من اللاعب
شكيب مصطفى يسجل هدف التعادل لفريق نادي الشرطة. يسجل هدف التعادل لفريق نادي الشرطة. مروان بن كمال، محمد الحسن، محمد الحسن إلى علي طارق، محمد الحسن من جديد، كمال، كمال إلى علي طارق، محمد الحسن من جديد، أقرب للاعب مصطفى، محمد مصطفى إلى علي طارق، من جديد علي طارق يحاول مرور من أمام لاعبي فريق نادي الجيش، وهناك خطأ وإشهار البطاقة الصفراء على أوس علي لاعب فريق نادي الشرطة. أوس علي يتلقى بطاقة صفراء. محاولة فريق الجيش عن طريق محمد الحسن، يحاول مرور والتصويب عن طريق مروان، والحارس، والحارس ببراعة، سيف حميد حارس مرمى فريق الشرطة. إن شاء الله بالسلامة لحارس المرمى، بالسلامة لسيف حميد. كانت قوية من اللاعب مروان بن كمال اللاعب التونسي اللي يجيد التصويب بقوة، لاعب فريق نادي الجيش. كادر الطبي لفريق نادي الشرطة يطمئن على سلامة الحارس سيف حميد. تعلق في عدة محاولات، النتيجة تشير إلى التعادل الآن 6-6 ما بين فريق الجيش ونادي الشرطة. الجيش بطل الدوري العام الماضي، ولكن هذا الموسم فريق نادي نفط الجنوب يقدم مستويات كبيرة في دوري اليد العراقي، وهو الآن من يتصدر بفارق نقطة عن فريق الجيش، بينما فريق نادي الشرطة يحتل المركز الخامس ويطمح بأن يتقدم إلى مركز جديد ومراكز أخرى. والمحاولة لفريق نادي الشرطة الآن أقرب لألفز بريكيتش إلى شكيب مصطفى، يغير اللعب إلى الجهة البعيدة، شكيب إلى حيدر كاظم، من جديد ألفز بريكيتش، البلاي ميكر لاعب شكيب مصطفى لاعب فريق نادي الشرطة، تبادل الكرة ما بين لاعبي فريق الشرطة، والهدف السابع، الهدف السابع عن طريق اللاعب علي عيدان. علي عيدان لأول مرة فريق الشرطة يتقدم على الجيش في هذه المباراة، لأول مرة فريق الشرطة يتقدم على الجيش في هذه المباراة. الآن النتيجة تشير إلى تقدم فريق نادي الشرطة بسبعة أهداف مقابل ستة لفريق نادي الجيش. لأول مرة الشرطة منذ بداية المباراة ولحد الآن فريق الجيش هو من يتقدم، لكن هذه المرة الشرطة هو من يتقدم بفارق هدف، والمحاولة مستمرة. نذكر بأن المباراة الأولى انتهت لصالح فريق الجيش في المرحلة الأولى بفارق ثمان أهداف، لكن هذه المرة فريق الشرطة يحاول أن يعوض خسارته في المرحلة الأولى مع الجيش، وهنا هدف التعادل، هدف التعادل. لاحظ مدرب الجيش حيدر غازي، مدرب الجيش حيدر غازي، هدف الآن للجيش عن طريق اللاعب رائد عبد الزيد. يتعادل في النتيجة بسبعة أهداف لكلا الفريقين. المحاولة لفريق نادي الشرطة، لاحظ في الصورة الحكم القاري فاضل كاظم، حكام قاريين يقودون المباراة اليوم مع حكام الطاولة الدكتور أيمن هاني وحيدر سلمان، حكام طاولة ومشرف الإداري هو عبد ناجي. ومحاولة فريق نادي الشرطة، هل يتقدم من جديد، والتصويب عن طريق شكيب، وهناك دفاع قوي لفريق الجيش، وهنا هدف، هدف، هدف آخر لفريق الشرطة، هدف آخر لفريق الشرطة. حيدر عادل، حيدر عادل يضاعف النتيجة على الجيش بهدف آخر، والنتيجة الآن تشير إلى تقدم فريق الشرطة بثمانية أهداف مقابل سبعة لفريق الجيش، مقابل سبعة لفريق الجيش. فريق الجيش لقى خسارة وحيدة له خلال هذا الموسم، وكانت أمام نادي نفط الجنوب. ومحاولة فريق الجيش الآن مستمرة، محمد الحسن هل يتلقى خسارة ثانية له خلال هذا الموسم أمام فريق الشرطة الطامح والمتحفز لتحقيق الفوز على حساب الجيش في هذه المباراة. محاولة لعلي عادل، محمد الحسن، علي عادل، فريق الجيش، ممكن التصويب من علي لكن يحصل على خطأ علي عادل بعد تدخل حيدر كاظم لاعب فريق نادي الشرطة. محاولة علي، محمد الحسن إلى علي عادل، يحاول أن يمر علي أو علي طارق لاعب فريق نادي الجيش. تنبيه لأحد لاعبي فريق الشرطة الموجود على مدرجات قاعة نادي الكرخ، لاعب متواجد في المدرج
والحديث مع اللاعبين ومع طاقم التحكيم. وكان تنبيه من الدكتور خالد شاكر. محاولة مستمرة الآن لفريق نادي الجيش، يحاول أن يتعادلوا بالفعل. محمد الحسن اللاعب السوري يضع هدف في مرمى الشرطة ويعادل النتيجة. محمد الحسن المحترف السوري مع نادي الجيش يسجل هدف، وبالتالي تصبح النتيجة التعادل، 8 أهداف لكلا الفريقين. مباراة رائعة جميلة من خلال الشوط الأول لهذا اللقاء بين فريقين يعدون من الفرق المميزة. وفريق الجيش له عدة ألقاب في دوري اليد، لكن فريق الشرطة بعيد عن اللقب، يعني لم يحقق أي لقب له في مشواره خلال دوري اليد العراقي. ومحاولة وهدف ألفز بريكيتش، 4 أهداف. ألفز بريكيتش يسجل ويصاب لاعب فريق نادي الشرطة. بالسلامة إن شاء الله لألفز بريكيتش اللاعب البوسني مع فريق نادي الشرطة، يسجل 4 أهدافه وتاسع أهداف فريق الشرطة في مرمى الجيش ويشكو من إصابة. لاحظ دور كبير يلعب اللاعبين المحترفين مع الأندية العراقية على مستوى اليد. هنا حارس مرمى فريق الجيش، حارس مرمى فريق الجيش مصطفى أسعد يشترك بديل الحارس عامر علي. خروج لحارس مرمى فريق الجيش ودخول الحارس مصطفى أسعد. الآن مصطفى أسعد عزيز، الآن الشرطة 9 نادي الجيش 8، والمباراة لا زالت من خلال الشوط الأول قبل 12 دقيقة من النهاية للشوط الأول من خلال هذه المباراة. محاولة فريق الجيش للمرة الثانية، فريق الشرطة يتقدم على الجيش بعد ما كانت بداية المباراة فريق الجيش هو من تقدم وبفارق هدفين، لكن عاد فريق نادي الشرطة وحقق أفضلية واضحة من خلال الأداء والآن من خلال النتيجة بفارق هدف واحد. المحاولة مستمرة لفريق الجيش، هناك خطأ لفريق الجيش، هناك خطأ 9 أمتار لفريق الجيش. لاعب مصطفى محمد يحصل على خطأ، ومحمد الحسن له هدف في هذه المباراة. محمد الحسن لاعب فريق نادي الجيش يحاول مرور إلى مروان بن كمال، يصوب والحارس يتدخل. المحاولة مستمرة لكن بذكاء، كانت الفكرة رائعة من اللاعب مصطفى محمود رسول. مصطفى محمود رسول حاول أن يلعب الكرة من فوق الحارس سيف حميد، لكن كرة مرت اصطدمت بالعارضة ومرت إلى الخارج. لا المحاولة فريق نادي الشرطة أقرب لألفز بريكيتش. شكيب مصطفى إلى حيدر كاظم، حيدر إلى علي محمد. شكيب البلاي ميكر لفريق نادي الشرطة، شكيب مصطفى البوسني يحاول إلى ألفز بريكيتش، يحاول التصويب لكن بعيدة هذه المرة كرة ألفز بريكيتش بعيدة عن مرمى فريق نادي الجيش. 4 أهداف للبوسني ألفز بريكيتش والكرة مرت، وهناك خطأ لفريق نادي الجيش وإبعاد للاعب ألفز بريكيتش، يبعد 2 دقيقة ألفز بريكيتش. ويكمل فريق الشرطة 2 دقيقة منقوص من لاعب هو محور هجمات فريق نادي الشرطة ومسجل الأهداف في هذه المباراة بالنسبة لفريق الشرطة هو ألفز بريكيتش. إذن الشرطة والمحاولة مستمرة لفريق نادي الجيش، والتعادل لفريق نادي الجيش، والتعادل لفريق الجيش عن طريق اللاعب رائد عبد زيد يسجل هدف التعادل لفريق نادي الجيش. إذن التعليمات واضحة من مدرب فريق الجيش حيدر غازي مدرب فريق الجيش يعطي توجيهات للاعبي. التعادل الآن 9-9. الآن محاولة لفريق نادي الشرطة عن طريق اللاعب حيدر، يمر حيدر إلى بسام صبري. بسام من جديد، الآن البلاي ميكر لفريق نادي الشرطة بسام يحاول مرور والتصويب لكن يحصل على خطأ.
يحصل على خطأ. اللاعب بسام صبري يحصل على خطأ. إذن شكيب واضح في الصورة، اللاعب بسام صبري اللي حصل على خطأ. بسام صبري، حيدر كاظم، شكيب مصطفى إلى حيدر من جديد، حيدر ويسجل. حلوة لحيدر، حلوة لحيدر لاعب فريق نادي الشرطة. حيدر كاظم يسجل الهدف العاشر لفريق الشرطة، الهدف العاشر لفريق الشرطة، الهدف العاشر لفريق الشرطة، والفارق هدف، 10 للشرطة مقابل 9 لفريق نادي الجيش. محمد الحسن، محمد إلى مروان التونسي، مروان بن كمال أقرب لعلي طارق، علي لمحمد الحسن، يحاول فريق الجيش أن يتعادل من جديد. مروان يحاول أن يمر ويصوب لكن كرة اصطدت في العارضة ومرت إلى الخارج. مروان بن كمال لاعب فريق نادي الجيش، تدعيم صفوف الفريقين باللاعبين المحترفين وهي ميزة جيدة لدوري اليد العراقي، يكون هناك لاعبين محترفين في الأندية العراقية على مستوى كرة اليد وأيضا في كرة السلة كما كان موجود في. إذن تايم أوت، مدرب الشرطة يطلب التايم أوت. المدرب رعد خنجر يحاول أن يمتص اندفاع لاعبي فريق الجيش في هذه اللحظات من أجل أن يكون فريقه بمستوى الطموح ومستوى المباراة، على اعتبار أنه يقابل بطل الدوري. لاحظ صورة توضح أن المتبقي من عمر الشوط الأول هو 8 دقائق و33 ثانية، والنتيجة تشير لصالح نادي الشرطة، 10 أهداف مقابل 9. تعليمات من كلا المدربين، لاحظ مدرب فريق الشرطة رعد خنجر يعطي التوجيهات للاعبيه في هذه اللحظات من أجل الاستمرار بنفس العطاء ونفس الروحية اللي كانت متواجدة لدى لاعبي فريق الشرطة بمواجهة فريق الجيش، فريق الصعب اللي دائما يكون فريق صعب، فريق لا يخسر بسهولة، فريق لا يعطي فرصة للفرق الأخرى أن تحقق الفوز عليه. لكن فريق نفط الجنوب على اعتبار أنه أيضا يضم لاعبين متميزين وكادر تدريبي جيد وإدارة جيدة، تمكن من الفوز على فريق الجيش وألحق به الخسارة الوحيدة له خلال هذا الموسم. محاولة الآن لفريق نادي الشرطة. شكيب مصطفى، شكيب إلى ألفز بريكيتش العائد إلى المباراة من جديد، إلى شكيب، هناك حيدر وشكيب، حلوة لشكيب، حلوة لشكيب، أيضا هدف الرابع في هذه المباراة. شكيب مصطفى وهدف الرابع في هذه المباراة والهدف 11 لفريق نادي الشرطة. إذن أصبح الفارق هدفين، لأول مرة فريق الشرطة يتقدم بفارق هدفين على نادي الجيش. 11-9 فريق نادي الجيش. محمد الحسن، محمد إلى الجهات البعيدة، المحاولة مستمرة الآن. محمد الحسن من جديد، علي طارق يحاول أن يمرر، محمد الحسن يحاول أن يمر لكن هناك دفاع جيد من اللاعب شكيب مصطفى، دفاع جيد من شكيب مصطفى. علي طارق، عودة اللاعب أيضا مصطفى محمود، محمد الحسن، علي طارق يحاول أن يمر إلى مروان بن كمال، يحاول أن يمرر مروان لكن بشكل خاطئ، كرة وصلت بسهولة لحارس مرمى فريق نادي الشرطة سيف حميد، وصلت بسهولة لحارس المرمى لفريق نادي الشرطة سيف حميد. لاحظ وجود تسرع لدى لاعبي فريق الجيش، تسرع وبالتالي فقدان الكرة بسهولة للاعبي فريق نادي الشرطة اللي يبدو هو أكثر تركيزا على هذه المباراة فريق نادي الشرطة. محاولة الآن عن طريق ألفز بريكيتش يمرر إلى حيدر وهناك للجهات البعيدة بسام صبري، لكن الطول على لاعبي فريق الشرطة لتصبح المحاولة الآن لفريق الجيش مع التمرير للأمام. هنشاهد هدف تقليص وهناك خطأ، خطأ لفريق نادي الشرطة. خطأ لفريق نادي الشرطة. لاحظ كما استفنا قبل قليل أن فريق الجيش متسرع جدا في هذه المباراة، متسرع جدا في هذه المباراة، لكن فريق الشرطة
تركيزه واضح على النتيجة وعلى الأداء وعلى حسم نتيجة هذه المباراة، وبالتالي يلحق فريق نادي الجيش بالخسارة الثانية. هنا هدف آخر لفريق نادي الشرطة. خطأ لفريق نادي الشرطة. رمية السبعة أمتار لفريق نادي الشرطة، يحصل على رمية السبعة أمتار، ممكن أن يضاعف النتيجة لو سجل في هذه اللحظات. كمال عبد الواحد لاعب فريق الشرطة يحاول أن يسجل، وبالفعل يسجل، وبالفعل يسجل، وفريق الشرطة الآن يتقدم بفارق 3 أهداف 12-9. النتيجة لصالح الشرطة. الجيش بدأ المباراة بقوة، لكن فريق الشرطة الآن يحقق أفضلية في الأداء والنتيجة على حساب نادي الجيش. المحاولة محمد الحسن إلى مروان، 12-9 النتيجة. مروان بن كمال التونسي، محمد الحسن السوري، عادت لمروان من جديد مع التغيير، البلاي ميكر أصبح مروان بن كمال، والمحاولة الآن ممكن تقليص الفارق إلى هدفين، محمد الحسن لمروان والتصويب، والحارس يتصدى، وعلى دفعتين حلوة لحارس المرمى، حلوة لحارس المرمى سيف، سيف حميد حارس مرمى فريق الشرطة. لكن فريق الجيش يحصل على رمية السبعة أمتار، لكن فريق نادي الجيش يحصل على رمية السبعة أمتار. رائد عبد الزيد بمواجهة الحارس سيف حميد، رائد ممكن يقلص الفارق، وبالفعل ينجح، ينجح بتقليص الفارق إلى هدفين، ينجح في تقليص الفارق إلى هدفين. النتيجة الآن الشرطة 12-10 لفريق الجيش. ألفز بريكيتش إلى شكيب مصطفى، إلى حيدر كاظم، حيدر محاولة لفريق الجيش الآن على مرمى فريق نادي الجيش، فريق الشرطة في محاولة عن طريق اللاعب حيدر، ومن جديد عادة إلى حيدر كاظم، هذه المرة من حيدر عادة لحيدر كاظم، وتستمر الآن شكيب، يحاول أن يمر شكيب مصطفى من أمام لاعبي فريق الجيش، لكن شكيب يفقد الكرة، ومحاولة ممكن استثمارها من قبل لاعبي فريق الجيش، وبالفعل ينجح، ينجح فريق الجيش في استثمار هذه المحاولة بعد الخطأ اللي ارتكب اللاعب شكيب مصطفى، ليقلص الفارق إلى هدف، ليقلص الفارق إلى هدف. 12-11 لاعب مصطفى محمد يسجل، وهنا مدرب نادي الجيش حيدر غازي، مدرب الجيش حيدر غازي كان غير راضي عن فريقه. حيدر بعد ما كان فريقه متقدم بفارق هدفين، لكن الآن هو تأخر بفارق 3 أهداف، لكن الآن يقلص الفارق إلى هدف، والمباراة مستمرة في إثارتها من كلا الفريقين. المحاولة لفريق نادي الشرطة، هنا خطأ لفريق الشرطة، هنا خطأ لفريق نادي الشرطة. فاضل كاظم الواضح في الصورة، حكم القاري في هذه المباراة شكيب مصطفى، شكيب لألفز، من جديد شكيب، تبادل الأدوار ما بين لاعبي فريق نادي الشرطة، وهنا المحاولة عن طريق بسام، يحاول أن يمر وخطأ على بسام، وفريق نادي الجيش بسرعة لعب الكرة، لكن إعادة لتنفيذ الخطأ بالنسبة لفريق نادي الجيش. بدأ لاعبي فريق الشرطة أيضا بارتكاب الأخطاء اللي قد تكلف الفريق الآن هدف تعادل أو تقدم لفريق الجيش، اللي عاد إلى وضع الطبيعي في هذه المباراة، ويقلص الفارق إلى هدف. مروان بن كمال إلى محمد الحسن، مروان بن كمال تغيير اللعب إلى الجهة البعيدة هناك عن طريق اللاعب 20 محمد سعدي، ومروان بن كمال ويعادل النتيجة، ويعادل النتيجة اللاعب التونسي ومحترف نادي الجيش، تأخر بفارق 3 أهداف، الآن يتعادل فريق الجيش 12-12 لكلا الفريقين، 12-12 لكلا الفريقين، الشرطة والجيش، الشرطة والجيش، والتعادل بنتيجة المباراة في دوري اليد العراقي من خلال المرحلة الثانية والجولة الثانية لهذا الموسم، ومحاولة مستمرة، وألفز بريكيتش، وألفز بريكيتش يضاعف النتيجة، إن شاء الله بالسلامة لشكيب، إن شاء الله بالسلامة لشكيب. طبعا هذا اللاعب أيضا لديه إصابة سابقة، يعني إصابة سابقة
الآن يتعرض لإصابة إن شاء الله، ما نتمنى تكون إصابة. رغم أن زميل البوسني الآخر الموجود مع فريق نادي الشرطة أضاف هدف آخر، هو الهدف 13 لفريق نادي الشرطة اللي يتقدم بفارق هدف، وإصابة للاعب شكيب مصطفى. كانت لدى هذا اللاعب أيضا إصابة سابقة وابتعد عدة مباريات عن فريق الشرطة، لكن اليوم بدأ المدرب لفريق نادي الشرطة رعد خنجر باللاعب شكيب مصطفى، والآن يشكو من إصابة. لوحة تشير إلى تقدم فريق نادي الشرطة، والمتبقي هي دقيقة و38 ثانية على الشوط الأول. فريق الشرطة هل يستطيع أن ينهي الشوط الأول متقدما على فريق الجيش؟ إذا لاحظ في الصورة حيدر غازي، عدم الرضا عن نتيجة المباراة من حيدر غازي، غير راضي تماما عن النتيجة، كان يتوقع أن فريقه يتقدم مفارق على فريق الشرطة، لكن فريق الشرطة فريق متزن من خلال هذه المباراة، فريق يلعب بروح الجماعة في لقاء اليوم، لذلك تمكن الآن من التقدم على حساب نادي الجيش بفارق هدف واحد 13-12. محاولة الآن لفريق الجيش، أقرب لمصطفى محمود، محمد الحسن، مروان بن كمال، محمد الحسن لمروان، هناك على الجهات البعيدة أقرب لمحمد سعدي، يحاول أن يمر محمد سعدي، هناك خطأ لفريق نادي الجيش، هناك خطأ لفريق نادي الجيش، علي محمد يرتكب خطأ، علي محمد ويبعد، لاعب فريق نادي الشرطة علي محمد يبعد بعد ارتكاب الخطأ الثاني، والمحاولة فريق الجيش، محمد الحسن، مروان هناك إلى محمد سعدي، المحاولة مستوى مروان ويصوب ويسجل هدف التعادل، هدف التعادل عن طريق اللاعب مروان بن كمال لاعب فريق نادي الجيش. التعادل 13-13، التعادل 13-13، النتيجة تنقلب من فريق لآخر، لكن التعادل هو الآن من يسيطر على هذه النتيجة، التعادل هو من يسيطر على هذه النتيجة بين فريقي الجيش والشرطة ضمن إطار الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري اليد العراقي. المحاولة مستمرة الآن، فريق نادي الشرطة قريبة لمرمى فريق نادي الجيش، تعود إلى حيدر كاظم، يحاول أن يمر الحيدر، وأقرب الآن لبسام لحيدر، يحاول أن يمر من أمام لاعبي فريق الجيش، لكن يحصل على خطأ، يحصل على خطأ فريق الشرطة قبل النهاية بثواني قليلة، والمحاولة مستمرة، أقرب لألفز، يحاول ألفز، 10 ثواني متبقية لنهاية الشوط الأول، هل يستغلها لاعبي فريق نادي الشرطة ويسجل، حلوة لألفز بريكيتش، حلوة لألفز بريكيتش، ألفز بريكيتش، وخلاص ينتهي الشوط الأول بفارق هدف واحد لفريق نادي الشرطة، فريق نادي الشرطة يعني اليوم مستوى أكثر من رائع للاعب ألفز بريكيتش، يسجل الهدف 14 لفريق نادي الشرطة في مرمى نادي الجيش، وينهي الشوط الأول متقدما على فريق الجيش، فريق الشرطة بفارق هدف واحد 14-13. Yeah.
إذن هذه عودة وانتقالة من جديد أحبتي مشاهدي متابعي قناة الرياضية العراقية، ولقاء فريقي الجيش والشرطة ضمن إطار الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري اليد العراقي، بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي لصالح فريق الشرطة ب 14 هدف مقابل 13 هدف الفارق هدف واحد، وفريق الشرطة أصبح الآن يلعب من جهة اليمين بألوانه الخضراء، وفريق نادي الجيش يلعب من جهة اليسار بألوانه البيضاء، والبداية مع فريق نادي الشرطة المتقدم الآن بفارق هدف واحد. حيدر كاظم يحاول المرور والتمرير إلى ألفز بريكيتش اللاعب البوسني، أكثر المسجلين لفريق نادي الشرطة في هذه المباراة 6 أهداف لألفز بريكيتش، وهنا المحاولة حيدر كاظم يحاول المرور حيدر من أمامه إلى ألفز من جديد، لكن هناك خطأ يرتكب اللاعب محمد سعدي، ومحاولة فريق نادي الشرطة ممكن شاهد بسام صبري يضاعف النتيجة، هناك تدخل على بسام وخطأ لفريق الشرطة مروان بن كمال يشكو من إصابة إن شاء الله لمروان لاعب التونسي، بالسلامة لمروان بن كمال لاعب التونسي بن عبد الله، لاعب أيضا كان له دور في الشوط الأول بالنسبة لفريق نادي الجيش وسجل 4 أهداف لفريق الجيش من الأهداف ال 13 اللي سجلها الجيش في هذه المباراة، وهناك الحارس يخطئ في هذه المحاولة وتصويبة اللاعب ألفز بريكيتش، هذا هو ألفز بريكيتش، يعني اليوم أداء أكثر من رائع للبوسني ألفز بريكيتش لاعب فريق نادي الشرطة، الآن يسجل الهدف 15 لفريق الشرطة في مرمى نادي الجيش. كمال أقرب لمحمد سعدي لكمال مروان بن كمال من جديد البلاي ميكر لفريق نادي الجيش، أصبح الآن تبادل الأدوار بين لاعبي فريق نادي الجيش، وحلوة لحارس المرمى سيف حميد حارس مرمى فريق الشرطة دخول اللاعب كمال عبد الواحد ألفز إلى كمال عبد الواحد اللي اشترى قبل لحظات مع فريق نادي الشرطة إلى شكيب مصطفى حيدر كاظم، حيدر يحاول التمرير إلى علي محمد لكن غير رأي يلعب إلى شكيب من جديد حيدر وشكيب، ومحاولة فريق نادي الشرطة مستمرة على مرمى فريق نادي الجيش، وهناك تبادل كرة إلى الجهة البعيدة شكيب إلى ألفز يحاول إلى حيدر، محاولة جيدة لفريق نادي الشرطة لكن عدم وجود مساحة للتصويب بالنسبة لألفز بريكيتش، وبعد ذلك حصول فريق نادي الشرطة على خطأ لاعب حيدر كاظم حيدر عادل شكيب من جديد حيدر كاظم، لدينا حيدر عادل وحيدر كاظم، ومحاولة وإضافة هدف آخر لفريق الشرطة 16-13 الفارق 3 أهداف لفريق نادي الشرطة على حساب الجيش. مباراة رائعة لحد الآن، مباراة جميلة، فريقي الشرطة والجيش وأداء جميل، لكن فريق الشرطة أيضا يبدأ الشوط الثاني بقوة والآن يتقدم بفارق 3 أهداف مع وجود المحاولة الآن لفريق الجيش، يحاول أن يقلص عن طريق محمد سعدي، يحاول أن يمر، هناك خطأ لفريق نادي الجيش، خطأ 9 أمتار لفريق نادي الجيش. كمال مروان لمحمد سعدي من جديد عادت لمروان بن كمال إلى محمد الحسن يحاول تصويب محمد يمرر، وهناك خطأ لفريق الجيش ورمية 7 أمتار لفريق الجيش، يحاول أن يقلص في هذه المحاولة فريق نادي الجيش. دخول الحارس مصطفى صيف من أجل إنقاذ محاولة اللاعب رائد عبد الزيد لاعب فريق نادي الجيش، مصطفى ورائد والمحاولة فريق الجيش، ولكن حلوة لمصطفى، حلوة لحارس مرمى الشرطة البديل وهذا خطأ لفريق الشرطة ممكن يستغله بعد ما أضاع رمية 7 أمتار، الآن يعوض من خلال المحاولة فريق الجيش يسجل منها هدف اللاعب رائد عبد الزيد وفريق الجيش يقلص الفارق إلى هدفين 16-14. عودة الحارس سيف حميد لفريق الشرطة ألفز بريكيتش إلى شكيب مصطفى، حيدر كاظم إلى علي محمد، حيدر كاظم من جديد ألفز بريكيتش
والمحاولة تستمر عن طريق اللاعب كمال عبد الواحد وحيدر كاظم. هنا خطأ لفريق نادي الشرطة، هنا خطأ لفريق الشرطة وإبعاد للاعب، إبعاد للاعب محمد سعدي لاعب فريق الجيش، إبعاد لمحمد سعدي إن شاء الله بالسلامة لحيدر كاظم يشكو من إصابة. شاهدنا شكيب مصطفى أصيب في الشوط الأول لكن عاد من جديد مع تشكيلة فريق الشرطة في بداية الشوط الثاني، لذلك من الركائز المهمة الموجودة لدى فريق الشرطة في هذه المباراة. أول لاعب شكيب مصطفى وأيضا لاعب ألف زبريكيتش، يعني يمتلك أسماء جيدة فريق الشرطة بالإضافة إلى فريق الجيش لديه أسماء ممتازة جدا خلال هذا الموسم. العام الماضي كان هو بطل للدوري العراقي. فريق الشرطة والتقدم بفارق هدفين لحد الآن، مرور 4 دقائق من خلال الشوط الثاني لهذه المباراة. لاعب بسام صبري لاعب فريق نادي الشرطة إلى شكيب، إلى بسام صبري، عادت لشكيب مصطفى ألفز بريكيتش. المحاولة مستمرة الآن عن طريق عادل، من جديد عادت لألفز إلى شكيب، إلى ألفز بريكيتش يصوب والحارس يتصدى، والحارس عامر علي يتصدى لهذه المحاولة، حارس مرمى فريق نادي الجيش مروان بن كمال. المحاولة ممتازة لفريق الجيش وحلوة للاعب، حلوة للاعب الرقم 7 اللاعب مصطفى محمد، يقلص الفارق إلى هدف 16-15. بدأ الجيش الآن يعود إلى المباراة ومن خلال الشوط الثاني ويقلص الفارق إلى هدف. المحاولة الآن لفريق نادي الجيش، أقرب لعلي محمد، شكيب، ألفز بريكيتش، هناك على الجهات البعيدة كمال عبد الواحد، شكيب مصطفى، بسام صبري، شكيب، ألفز. محاولة مستمرة لفريق الشرطة على مرمى الجيش، ممكن شكيب التصويب لكن يمر وتأخر لاعبي فريق نادي الشرطة في هذه المحاولة، وكرة طويلة يستغلها لاعبي فريق نادي الجيش، يستغلها لاعبي فريق نادي الجيش، وخطأ لحارس المرمى سيف، خطأ لحارس المرمى سيف، يستغلها لاعب فريق نادي الجيش رائد عبد الزيد ليسجل هدف التعادل 16-16 مع وجود بطاقة صفراء للمدرب المساعد فراس فاضل. بطاقة صفراء للمدرب المساعد فراس فاضل، والتعادل من جديد يعود بين الفريقين 16-16 بين الشرطة والجيش. مباراة نتيجتها ستحسم في الدقائق الأخيرة لهذا اللقاء، والنتيجة لا زالت في ملعب المباراة، والمحاولة مستمرة والتصويب لكن بشكل خاطئ من حيدر كاظم. هناك خطأ لفريق الشرطة، هناك خطأ لفريق الشرطة، حيدر يحصل على خطأ، حيدر كاظم يحصل على خطأ، والتنفيذ عن طريق حيدر عادل إلى بسام صبري، حيدر كاظم إلى بسام صبري، حيدر يمر إلى ألفز. المحاولة مستمرة لفريق الشرطة وهناك هدف، هدف لفريق نادي الشرطة عن طريق كمال عبد الواحد. كمال يسجل الهدف 17 لفريق نادي الشرطة في مرمى الجيش، الشرطة في مرمى الجيش، والنتيجة متقاربة ما بين الفريقين، فارق هدف واحد لفريق الشرطة، فارق هدف واحد لفريق الشرطة. رائد عبد الزيد إلى مروان بن كمال، إلى رائد عبد الزيد يحاول أن يمرر إلى الجهة القريبة والكرة مرت إلى الخارج، كرة مرت إلى الخارج من أمام اللاعب مصطفى أو سيف طاهر، لاعب الرقم 19 سيف طاهر. أيضا خروج للاعب فريق الشرطة أوس علي ودخول اللاعب حيدر عادل، حيدر عادل من خلال التغييرات اللي يجريها كل المدربين في هذه المباراة. محاولة فريق الشرطة الآن بسام صبري، حيدر عادل إلى ألفز بريكيتش، من جديد عادت إلى حيدر، حيدر إلى ألفز، يحاول تصويب ألفز بريكيتش اللي يحصل على خطأ، خطأ ورمية 9 أمتار لفريق نادي الشرطة إلى بسام صبري. بسام يحاول أن يمر، عادت إلى ألفز بريكيتش، محاولة مستمرة لفريق الشرطة على مرمى الجيش. هنا خطأ آخر لفريق الشرطة، هنا خطأ آخر لفريق الشرطة، أقرب للاعب حيدر عادل إلى حيدر كاظم، محاولة ألفز
حيدر كاظم الى بسام صبري يحاول التصويب، ودفاع جيد عن طريق لاعب فريق نادي الجيش رائد عبد الزيد، وبالتالي تصبح رميه جانبيه لفريق الجيش او لفريق الشرطه، اسف، رميه جانبيه لفريق الشرطه تنفذ الى حيدر عادل، حيدر كاظم، حيدر الى الفز بريكيتش، الساعد الايسر لفريق او الساعد الايمن لفريق نادي الشرطه، محاوله مستمره، الساعد الايسر بسام صبري يحاول ان يمر، يمرر الى الفز بريكيتش، وهناك تدخل من مروان بن كمال اللاعب التونسي مع البوسني الفز بريكيتش، وهناك خطا لفريق نادي الشرطه، هناك خطا لفريق الشرطه، يبقى التقدم لفريق الشرطة 17 مقابل 16 لفريق الجيش. يعني فريق نادي الجيش انهى المباراة الأولى والمرحلة الأولى مع فريق الشرطة فائزا. حلوة لتدخل الحارس عامر علي حسين حارس مرمى فريق نادي الجيش، يتصدى لمحاولة الفز بريكيتش، محاولة الآن لفريق الجيش. الفارق 8 أهداف، فارق كبير كان في المباراة الأولى اللي جمعت الفريقين، لكن المرحلة الثانية فريق الشرطة يدخلها بشكل مغاير، ولحد الآن يقف ندا صعبا على فريق الجيش في هذا اللقاء، والفارق لفريق الشرطة بفارق هدف. المحاولة عن طريق رائد عبد الزيد اللي يحصل على خطأ، رائد عبد الزيد يحصل على خطأ أمام اعتراض الكادر التدريبي لفريق نادي الشرطة على قرار الحكم الدكتور خالد شاكر وايضا دكتور فاضل كاظم حكام مباراة اليوم. لا زال التحكيم جيد في هذه المباراة، نتمنى ان يوفق الحكام في قيادة المباراة الى بر الامان. مباراة صعبة على الفريقين، كل فريق يحاول العودة وتحقيق الفوز في هذا اللقاء، الفوز يعتبر مهم لاحد الفريقين، الجيش اذا ما اراد المنافسة على لقب الدوري العراقي عليه تحقيق الفوز على الشرطة، بينما فريق الشرطة هو الآخر يريد أن يتقدم إلى مراكز جديدة، وهنا الكرة مرت وأصبحت رمية جانبية لفريق نادي الشرطة، رمية جانبية لفريق الشرطة، اللوحة تشير إلى تقدم فريق نادي الشرطة بفارق هدف 17-16. المحاولة الآن للشرطة أقرب لحيدر عادل، ألفز، كمال عبد الواحد، حيدر إلى بسام صبري، بسام، علي محمد، عيد لبسام صبري، اقرب لكمال عبد الواحد، من جديد كمال يحاول ان يمر من امام لاعبي فريق نادي الجيش، يمرر الى بسام صبري، المحاوله مستمره لفريق نادي الشرطه على مرمى فريق الجيش، والاحتفاظ بالكره من قبل لاعبي فريق الشرطه، حاول ان يلعبها لاعب فريق نادي الشرطه من فوق الحارس اللاعب كمال عبد الواحد، لكن الكره مرت والمحاوله الان ممكن هدف التعادل، وبالفعل هدف التعادل لفريق الجيش، وبالفعل هدف التعادل لفريق الجيش عن طريق سيف طاهر. سيف طاهر لاعب الرقم 19 فريق الجيش يضع هدف التعادل في مرمى الشرطة. سيف طاهر يضع هدف التعادل في مرمى الشرطة. سيعود شكيب مصطفى بعد خروج اللاعب حيدر عادل. عودة لشكيب مصطفى. يحاول أن يريح المدرب بعض الدقائق على اعتبار أن لديه إصابة. رغم الإصابة لكن يشرك في المباراة ويحاول أن يريحها في بعض الدقائق والعودة من جديد إلى المباراة. الحديث عن اللاعب شكيب مصطفى اللاعب البوسني اللي يعد هو وزميله ألفز بريكيتش من الركائز الأساسية لفريق نادي الشرطة. محاولة لفريق الشرطة لكن التصدي كان أكثر من رائع عن طريق حارس المرمى عامر علي حارس مرمى فريق الجيش. محاولة للجيش كمال، كمال مروان، والآن الجيش هو من يتقدم، والآن الجيش هو من يتقدم، كمال بن عبد الله، مروان بن كمال بن عبد الله لاعب التونسي لاعب فريق الجيش يعود إلى التقدم فريق الجيش بعد غياب كان في الشوط الأول وبداية المباراة. الجيش هو من تقدم والشرطة بعد ذلك عاد وتفوق وبفارق 3 أهداف، لكن عودة الجيش من بعيد، والآن هو من يتقدم بفارق هدف واحد لتصبح النتيجة 18 لفريق الجيش مقابل 17 لفريق الشرطة، 18 لفريق الجيش مقابل 17 لفريق الشرطة. مباراة جميلة، مباراة ممتعة، أداء أكثر من رائع من كلا الفريقين، وتتغير النتيجة من فريق إلى آخر. الآن شكيب والمحاولة مستمرة والتعادل الآن،
والتعادل الآن لفريق الشرطة. لفريق الشرطة عن طريق حيدر عادل. 18-18. والمتبقي هو 18 دقيقة. بين الفريقين الآن، بين الشرطة والجيش. نتيجة 18-18 وقبل 18 دقيقة من نهاية المباراة. محاولة الآن لفريق نادي الجيش. أقرب للاعب رائد عبد الزيد. رائد إلى سيف طاهر. رائد عبد الزيد من جديد يمرر إلى محمد الحسن المحترف السوري مع تشكيل فريق نادي الجيش. محمد الحسن يحاول أن يمرر قريبا إلى المرمى، وبكرة جميلة، وبكرة جميلة للاعبي فريق نادي الجيش، والحصول على خطأ، والحصول على خطأ، ورمية 9 أمتار. المحاولة تستمر الآن فريق الجيش. تغيير لعب لمحمد الحسن. فريق الجيش الآن هو من يهاجم على مرمى فريق نادي الشرطة، وحارس المرمى يخطئ سيف حميد، ويخطئ سيف حميد ويكلف فريقه هدف في المرمى. 19-18 لفريق الجيش. أيضا اللاعب مروان بن كمال أفضل مسجل لفريق الجيش في هذه المباراة. مروان بن كمال المحترف التونسي مع فريق نادي الجيش. شكيب ألفيس بريكيتش قل لاحظ تراجع أداء اللاعب ألفيس بريكيتش، ولذلك فريق الشرطة الآن يبتعد عن التسجيل بعد انخفاض في مستوى اللاعب ألفيس بريكيتش. وهنا شكيب زميله ومواطن اللاعب شكيب مصطفى يسجل هدف التعادل. 19-19 شكيب مصطفى يسجل هدف التعادل لفريق الشرطة. وهنا مروان بن كمال يصوب كرة قوية، لكن تدخل من الحارس بشكل رائع سيف حميد حارس مرمى فريق نادي الشرطة. حلوة لسيف حميد. لاحظ المدرب حيدر غازي. حيدر غازي نتمنى أن نشاهد، ومخرجنا العزيز فريد الرباعي أن نشاهد هدوء مدرب فريق نادي الشرطة. وهنا بسام والحارس هذا هو مدرب فريق نادي الشرطة رعد خنجر بهدوءه يقود فريق الشرطة في هذه المباراة. وهدف لفريق الجيش، وهدف لفريق الجيش، وهدف لفريق الجيش عن طريق اللاعب مصطفى محمد. 20-19 الآن فريق الجيش يتقدم على الشرطة، يتقدم على الشرطة. مباراة رائعة ممتعة، مباراة جميلة بأداء اللاعبين، بالنتيجة، بالتسجيل. ولحد الآن فريق الشرطة لا زال يجاري فريق الجيش في هذه المباراة، يجاري فريق الجيش ويقف ندا أمام فريق الجيش. وهنا اللاعب شكيب مصطفى، لكن تدخل لحارس المرمى لفريق نادي الجيش عامر علي. بسام الواضح في الصورة، أيضا حيدر عادل، هذا هو حيدر عادل لاعب فريق نادي الشرطة. المحاولة تستمر، الشرطة يحاول أن يتعادل. بسام صبري يحاول الدخول من أمام لاعبي فريق الجيش، يحصل على خطأ، يحصل على خطأ، ورمية 9 أمتار. فريق نادي الشرطة. بسام ألفيس بريكيتش بعيد عن التسجيل. ألفيس من خلال الشوط الثاني، محاولة تستمر وبسام يحاول أن يسجل، لكن عادل يتدخل حارس مرمى فريق نادي الشرطة. هنا خطأ آخر لحارس المرمى، خطأ آخر لسيف حميد، رغم أنه حارس مرمى جيد لكن يخطئ في بعض الكرات يكلف فريق الأهداف. وهنا الهدف يأتي عن طريق اللاعب مصطفى محمد. مصطفى محمد لاعب فريق الجيش. 21 الجيش، 19 الشرطة. لاحظ فريق الشرطة يتراجع في مستواه من خلال الشوط الثاني، بدأ بداية قوية من خلال الشوط الثاني، لكن فريق الجيش عاد وتعادل رغم أنه كان الفارق 3 أهداف لفريق الشرطة. وهنا محاولة وهدف لفريق نادي الشرطة، وهدف لفريق نادي الشرطة، وهدف لفريق نادي الشرطة. 21-20، 21-20 الآن الشرطة قلص الفارق إلى هدف، الآن الشرطة قلص الفارق إلى هدف.
ايضا مباراة صعبة على الحكام. في مثل هكذا مباريات تكون صعبة على الحكام، لان فريقين لهم ثقل في دوري اليد العراقي بالاضافة الى فريق الكرخ. طبعا قاعة الكرخ التي تستضيف هذا اللقاء وفريق الكرخ. وهنا هدف اخر عن طريق مصطفى محمد خلال الشوط الثاني، هدف الثالث في مرمى فريق نادي الشرط. 22-20 فريق الكرخ لديه لقاء يوم غد سيكون مع نادي ديالى، ايضا مباراة مهمة لفريق الكرخ صاحب المركز الثالث بعد نفط الجنوب ونادي الجيش، امام فريق ديالى صاحب المركز الرابع، والشرطة اليوم صاحب المركز الخامس، وفريق الشرطة يحاول ان يسجل انتصار لكن الان لحد الان يتأخر بفارق هدفين، وتصويب عن طريق اللاعب شكيب مصطفى اللي يطالب بخطأ لكن الحارس يتدخل عامر علي حارس مرمى فريق نادي الجيش. مروان بن كمال، مروان الى محمد الحسن، قريبا للاعب رائد عبد الزيد، رائد مروان بن كمال، محاولة تستمر لفريق نادي الجيش على مرمى فريق الشرطة، اقرب لرائد ويمرر كرة جميلة الى مصطفى ويسجل ايضا مصطفى الآن أصبح الفارق 3 أهداف، 23 فريق الجيش مقابل 20 لفريق نادي الشرطة. وإبعاد يتلقى البطاقة الحمراء شكيب، جميل في الأمر أن اللاعب شكيب مصطفى يتكلم في اللغة العربية، يعني لاحظ شكيب غاضب تماما. الآن شكيب يخرج عن الروح الرياضية ويتكلم مع المدرب ويقول ليس أنا من ارتكب الخطأ باللغة العربية، والآن شكيب يبعد بالبطاقة الحمراء. إذن شكيب يبعد لاعب فريق نادي الشرطة، فارق 3 أهداف لفريق الجيش. كنا نتمنى أن فريق الشرطة لا يفقد لاعب ولتقارب المستوى ما بين الفريقين في هذا اللقاء المثير، لكن الأمور الآن أصبحت صعبة على فريق الشرطة بعد تقدم فريق الجيش بفارق 3 أهداف. والوقت لكن من الممكن أن يعود الشرطة، لكن خروج اللاعب شكيب مصطفى بالبطاقة الحمراء قد يؤثر على أداء لاعبي فريق نادي الشرطة. خروج شكيب مصطفى بالبطاقة الحمراء، لذلك فريق نادي الشرطة سيكمل فيما تبقى للمباراة ب5 لاعبين. فريق الشرطة سيكمل المباراة ب5 لاعبين أمام العدد الكامل لفريق نادي الجيش. محاولة الآن لفريق الشرطة، على الحارس الآن أن يتقدم سيف حميد لو أراد لاعبي فريق الشرطة الضغط على لاعبي فريق نادي الجيش. وهنا حلوة للاعب ألفز بريكيتش، حلوة لألفز بريكيتش، يقلص الفارق 23-21. فريق الشرطة يسجل البوسني ألفز بريكيتش هدف لفريق الشرطة. مروان بن كمال اللاعب التونسي، محاولة الآن تصبح لفريق نادي الجيش. مروان إلى اللاعب رائد عبد الزيد، إلى مروان بن كمال، يمرر إلى محمد الحسن، محمد رائد عبد الزيد، محمد الحسن، تبادل الكرة ما بين اللاعبين فريق الجيش. وهنا هدف، هنا هدف أيضا لفريق الجيش. فريق الجيش يسجل هدف هذه المرة عن طريق اللاعب سيف طاهر. 24-21، فارق يعود إلى 3 أهداف لصالح فريق نادي الجيش على حساب الشرطة. أقرب للاعب علي محمد، علي حيدر كاظم، حيدر إلى كمال عبد الواحد، بسام صبري، حيدر إلى كمال، من جديد إلى بسام صبري، محاولة فريق نادي الشرطة مستمرة على مرمى فريق الجيش، لكن لاحظ يدافع بشكل جيد فريق الجيش في هذه اللحظات أمام محاولة فريق نادي الشرطة.